سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكون احوالكم بخير وعلى خير. كيما كتشوفوا اليوم غادي نخرج، غنمشي نقضي واحد الغرض في مدينه دوسلدورف. خصني نقضي شي اغراض وحجه وزياره، نديكم معايا منها تشوفوا المدينه، تشوفوا الاجواء وتعرفوا عليها. يلا بقاو معايا. السلامتي، مرحبا بكم معايا في مدينه دوسلدورف. حنا وصلنا هذا شارع من الشوارع ديال هذه المدينه الجميله. كما شفتوا الجو هنا كان شويه مغيم، كتخرج مره الشميشه، مي بون غادي نحاول ندوزوا اليوم واحد الجو مع بعضياتنا، جوله ناخذكم معايا تعرفوا هذه المدينه الجميله، اي تاخذوا فكره شوفوا الاجواء كيفاش دايره. هذا سونتر فيل اولا شتاتميت ديال دوسلدورف، كاينه واحد الكاتدرال كما كتشوفوا هنا اللي زوينه فيها الالوان وتبارك الله كبيره. هاد لو سونتر فيل تقدروا تلقاو دي ماغازان دي مارك لي كبارين فين تقدروا ديروا شوبينغ، وهذه اول حاجه كنديرها فاش كنجي لدوسلدورف، ان كاينه واحد الساحه اللي كبيره فيها جرادي فين تقدروا تجلسوا تاخذوا راحتكم ترتاحوا تاخذوا ايس ولا شي حاجه. اي هاد البلاصه معروفه في دوسلدورف، كلشي زوين في دوسلدورف. هي في هاد المدينه معروفه فيها واحد الكثافه سكانيه اللي كبيره بزاف، فيها الجاليه المغربيه بالخصوص اللي متواجده بزاف هنايا. كلشي زوين في هاد المدينه، كلشي تلقاوه معروفه بالموضه والازياء. الحاجه او لا جوج حوايج اللي نقدر نقول لكم اللي صعيب في هاد المدينه يتلقاو هي بارك بلاص، اولا بلاصه فين تقدروا تباركيو الطوموبيل ديالكم. ديكو فاش كتجيو كتباركيو في بلاصه اي كتمشيو تمشاو على رجليكم شي شويه. هاد البلاصه اللي جينا ليها دابا كما غادي تشوفوا غزاله بالماء اللي فيها الخضوره الطبيعه الاجواء، يعني الواحد فاش كيجي هنا يقدر ياخذ سيلفي يقدر يرتاح هنايا. غير ديجا هاد المنظر هذا راه كيحس بواحد بالراحه النفسيه التامه. سميتها كونيكس الي، ما يمكنش الواحد يجي لدوسلدورف وما يجيش لهاد البلاصه واخا ياخذ غير تصويره ولا والو كاع. دوسلدورف يعني أبار البارك بلاتس، الحاجة اللي تقدري تلقاي صعيبة فيها وهي الكرا. الواحد فاش يبغي يجي أول مرة لدوسلدورف ويبغي يقلب على الكرا راه صعيب، راه ميمكنش يلقاه، يعني يقدر يلقاه ولكن بواحد الثمن اللي خيالي. هاد الشي اللي نقدر نقول لكم بالنسبة للناس اللي باغيين يجيو لألمانيا ولأول مرة، راه الكرا فيها غالي. بالنسبه للاوتفيت اوف ذا داي كما كتشوفوا هنايا لبست بليزر اللي شويه مغلضه مخفيفه بالنسبه لهذا الجو هذا، كومبينيتها مع كلشي في لو نوار لو او سريويل لو ساك اي لي باسكيت. الوغ هنايا جينا للضفه، من الضفاف اللي كاينه في المانيا حيت هي مقسومه لجوج ديال الجهات قسم هذاك الواد اولا الغاين. هنا الجو زوين رائع سورتو في الوقيته ديال الصيف، يكون داك الجو بحال ديال البحر، كتكون الشميشه بحال لو ستيل زعما ديال مارينا. الواحد يقدر يتمشى يقدر يجلس هنايا، كاين الكازون كاين دي كافي ياخذ ايس ياخذ وقيته يدوز وقيته زوينه. واخا هنا كان الجو شويه مغيم ولكن ماشي مشكل. الوجهه ديالنا دابا فين غنمشيو؟ خليكم معايا. الوغ الواحد فاش كيقول لك جينا لدوسلدورف ضروري ما يجي المحلات المغربيه، واول حاجه غادي نبدا بها انا اليوم وهي حلويات طنجه. حلويات طنجه هي واحد الباتيسري اللي معروفه في دوسلدورف، عندهم تبارك الله كل شيء. صورت لكم شي شويه هنايا لقطات تبارك الله، هذا راه كان الاجواء الرمضانيه دايرين هذا الشيء زوين، وين شبكيات سمار لا ديكوراسيون تيافر ومعجبني هذا الشيء وصورته بيان سور بموافقه ديال السيده اللي خدامه هنا. وهنايا صورت لكم شويه من الداخل داكشي اللي حاطه، عجبني كلشي داكشي اللي دايره تبارك الله عليها. ماشي اول مره كناخذ من عندها، كناخذ عليها راه سنوات هادي، داكشي عندهم زوين ومتول ونقي وبحال صايبتو الحاجه في ديوركم. لا ديكوراسيون ما عندي ما نقول فيها، عندهم التمر عندهم الزيت تقريبا كلشي، عندهم انواع واشكال ديال الحلويات ديال اللوز ديال الكاوكاو ديال الشوكولات، المهم كاع داكشي اللي كنلقاو حتى حنا في المغرب بغرير بسيطلات كلشي كلشي تقدروا تلقاوه. والمعامله خلاص ما نهضروش عليها، حتى هي تبارك الله عليها كتعامل مزيان. اي فوالا دابا غادي نمشيو لوجهه واحده اخرى. خليكم معايا.
لا لا ما تمشيوش غلط، البنك الشعبي، ولكن البنك الشعبي كاين في اكبر شارع في ديوسلدورف اللي هو ايلا شتراسه او الشارع المغربي. كما شفتوا هنايا راه تلقاو غير اجواء مغربيه، كاين البنك الشعبي، كاين شقق مفروشه، كاين عقارات، كاين حمام اللي هو حاجه مهمه، كاين بلاصه فين تقدروا تصايبوا الفراش مغربي، طلامات، سديدرات، مهم كاين كل شيء، كاين ميم محلات ديال الاواني، داكشي كله ديال الفخار البلدي. وهانتوما معايا غادي تشوفوا هاد الجوله اللي درت لكم في هاد المحل هذا، عندهم الكويسات، داكشي الصينيه. خلاص دابا راه كانت الاجواء الرمضانيه في الاواخر ديالها، جيت باش نشوف داكشي حويجات هكا ديال العيد كانوا خاصيني، شي كويسات ولا شي سوينيات بحال هكا. مي كنتفاجئ ان عندهم كلشي تبارك الله، كاين الالوان لي ستيل وهذا، ولكن الاثمنه ما نقول لكمش، الاثمنه فريمون فريمون غاليه. داكشي علاش الواحد كيضطر انه فاش كيهبط المغرب كيجيب معاه حاجته وكيتهنى. بانت لي هنا واحد طنجيه، تفكرت مراكش. ماما الا كتشوفيني من هنايا والله الا تشهيتي طنجيه. كاينين حتى هاد الطويجنات الصغيورين بحال هكا. المهم اللي ما شراش يتنزه، انا هادشي اللي درت اليوم، مشيت تفرجت وصافي، حيت الاثمنه فريمون مبالغ فيها ما نكذبش عليكم، ما شريت. حنا دابا في سانترفيل، الحاجه اللي باقي ليا دابا ندير وهي الشوبينغ، غنمشيو نشوفو شنو كاين في الجديد، واش كاين دي سولد. يلاه معايا، وصلنا دابا لو مول، غادي ندخلو غنديرو لي ماغازا نشوفو شنو كاين. المغازان دخلت ليه كان هو بخومود، مازال ما عرفتش صراحه شنو غناخذ. حنايا كنتشاور كنشوف شنو غناخذ من هادو، حرت بقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا شنو خديت في المشتريات، ما غنبينهم لكمش دابا ولكن من بعد. اي فوالا، دابا جا الوقيته ديال الخلاص. اي بيان سور فاش كندخلوا لي ماغازان واخا ما بقاش داك الحاجه الصحي يعني اللي صارم، مي بون ضروري من لي ماسك. اي ماغازان دخلنا له ما نساوش لي ماسك ديالنا، يعني برا الواحد راه ماشي مجبر انه يدير لي ماسك، كنهضر علينا هنا في المانيا. دابا ندوز المشتريات اللي خديت من ديسلدورف. كنقولوا ديسلدورف كنقولوا محلات مغربيه، وبطبيعه الحال كانت خاصني الحلوه هاد العام. شنو طرا ليا في رمضان؟ بولفا ماما اللي كتصيفط ليا شباكيه وسلو بريوات داكشي كامل الله يخليها ليا، ولكن هاد العام مع هاد المشكل اللي وقع هاد الوباء وهذا ما توصلت بتا شي حاجه، ديكو انا ما صايبتش وما شريت لا شباكيه لا حتى شي حاجه. صافي الله كتب، دابا كانت فرصه وطلعت لديسلدورف، دونك خطفت شي حويجات منها لرمضان هادشي اللي بقى فيه، ومنها العيد حيت انا الشباكيه وبريوات وداكشي نقدر ناكلهم في اي وقت، ما عنديش مشكل، ماشي بالضروره غير في رمضان. دونك مشيت للباتيسري اللي معروفه تما اللي هي طنجه، عندهم داكشي فريمون زوين بزاف بالنسبه للناس اللي ساكنين في ديسلدورف راه عارفين هاد القضيه. خديت اول حاجه هاد غريبه، ولا كل واحد شنو كيقول ليها البهله، على هاد الشكل بحال هكا، بواطه غير صغيره. المهم عندهم داكشي بنين بزاف هالبنات اللي بغات تمشي لتما ولا اللي ساكنه قريبه ولا هنايا في الجهه الغربيه، راه عندهم داكشي زوين كتجي بحال هكا وبنين وبحال صايبتوها في الدار. كتنقصوا عليكم الخدمه وتمشيو تجيبوا حاجه موجوده ونقيه وزوينه. هاد سلو تاهو ما خديتوش، ولكن عطاتو ليا كادو بيسكو خديت عليه هاد الحويجات هادو، عطاتهم ليا كادو فجاي في بواطه صغيره ومجموع وزوين بزاف، حيت مولفه ديجا كنخذ عليهم ماشي اول مره. خديت الحلوه ديال التمر، هاد الحلوه من يامات المغرب وانا كنحماق عليها، ماما كانت كتصايبها لنا بزاف هاد الحلوه هادي ديال اللي كتكون معمره بالمعجون ديال التمر، حتى هي راه عندنا تبارك الله في الاعياد كتكون. وهذا جربتها عندهم حتى هي غزاله كيصايبوها زوينه، دونك خديت هادي. المهم كلشي واخدها روطار ولكن ماشي مشكل. ايوا من بعد خديت هاد لابواط هادي مخلطه فيها بريوات، فيها الشباكيه وفيها واحد الحلوه مخلطه باللوز وبالقرقع، حتى هي من المعسلات. المهم خديت هاد الشيء هذا، عرفتي فاش لقيت هاد الشيء راه فرحت واحد الفرحه ما تصوروش، حيت الشباكيه وهاد الشيء المعسلات مهم عندنا حنا في رمضان. المهم هادشي بالنسبه للحويجات اللي خديت من الباتيسري. بالنسبه لماغازان كنت دزت عند زارا، عند برومود ونيويوركا، خديت شي حويجات هكا.
عجبوني، ما كنتش عوالي عليهم ولكن كنت دايزه غير دوزه خفيفه وبانوا ليا وخطفتهم. نبدا لكم باول حاجه عند بروموند، كان عندهم دي بروموسيون. خديت واحد الكسوه اللي حمقاتني، قولوا لي نتوما رايكم كيفاش جاتكم. هي راه خفيفه تلبس فهاد الوقيته هادي، حتى لو تيسيو ديالها زوين، داك التوب اللي حرش شويه وخفيف ومبرد. فيها التحتانيه تاعها باسكو لو تيسيو ديالها كيبين كما كتشوفوا هنا. راه القدام عندها هاد الفتيحه هادي وهاد لو بابيون هذا بحال هكا. هنايا كتجي كميمات ولكن كتجي مجموعه هنا. اي الطول ديالها كما كتشوفوا راه جايه طالعه حتى زعما هابطه حتى لجهه الركبه، شويه فوق الركبه. تجي بحال هكا مع ان سانتور زوينه بزاف. الى بنت لكم في الكاميرا راه فيها بحال واحد بريون خفيف دوري، ها هو الى كيبان. وهاد الموتيف اللي فيها عجبني بزاف، هادي من برومود. هذا الارتيكل الاول. بالنسبه للارتيكل الثاني خديت هاد لو او ولا بول. هادو اللي خارجين دابا كيكونوا في الكتيفات شويه هكا منفوخين شكل بوفون. فوالا شاف النوار. كنت لقيت لا كولور هادي النوار الاحمر اي الابيض وما كنتش عرفت شنو نختار. صاحبتي ماريا قالت لي كلهم عجبوها. قلت لها اختي ناخذ واحد بركه. كنت تالفه صراحه بين الابيض وهذا اللون، مي في الاخر انا كيعجبني الكحل دونك خديت لو نوار. واخا عندي بزاف ديال الحوايج في الكحل ولكن الكحل كيجي مع كلشي. فوالا الى بان لكم هنا راه فيها هاد الفتيحات، ماشي ماشي مشبك وانما في هاد الموتيف بحال هكا. المهم كيجي زوين بزاف في اللبسه. اي الظهر ديالو لي تري سامبل بحال هكا. فوالا هذا كان لارتيكل الثاني. بالنسبه لنيويورك خديت واحد لاجوب من هاد لي جوب اللي كيكونوا خارجين دابا، تكونوا عرفتوهم ستيفات وكتجي ما طويله ما قصيره. فوالا حتى هي فيها هاد الموتيف زوين والمورد، سورتو لا كولور حمقاتني. فوالا فيها فتيحه في الوسط، فوالا فيها هادي في الجنب والاخرى حتى هي في الجنب الاخر، يعني فيها ثلاثه الفتيحات، يعني جايه بواحد لو ستيل شويه سبيسيال عجبتني بزاف. سورتو هاد النوع ديال لي جوب كيجوني كيعجبوني. هادي بالنسبه للجوب كانت من نيويورك. ندوزو دابا لزارا. الوغ خديت هاد السروال هذا ديال التوب، تيجي ستيل كلاسيك هاد لا كولور هادي اللي كتحمق صيفيه ربيعيه اللي تجي مع بزاف ديال الحويجات منسقين. المهم الظهر ديالو في جيبات بحال هكا. وبالنسبه لتحت جاي هاد الفصاله هادي راه معروفه، اي في افتحات في الجناب جايين غير خفافين وزوينين هما. فوالا هاد لا كولور عجبتني سورتو لهاد الوقيته وحتى في الصيف تلبس علاش لا. المهم هاد اللون كيجي مع بزاف ديال الالوان تقدري تنسق. دونك يبقى ارتيكل واحد اخر اللي هذا وقيله شفتوني كنت لابساه في لا فيديو اللي قبل من هادي، ديك لا شوميز اللي كنت قيست فاش كنا خارجين انا وصاحبتي. دابا بغيت نوريها لكم عن قرب، تبان لكم لا كولور كثر، تبان لكم الفصاله ديالها كثر. حتى هادي زوينه بزاف مبرده، واخا بالكمام راه مبرده، توبها خفيف. هنا فيها هاد سطيفات بحال هكا، حتى هي داك الستيل اللي خارج دابا كيجي الكميمات منفوخين. هنايا كتجي مزيره. اي هذا القدام ديالها فيها هاد ما عرفتش شنو كيتسمى هذا، راه كان شحال هادي على موت هادشي دابا كله رجع. اي حاجه كنشريها كتقول لي ماما شتي هادشي بنيتي راه لبسناه فوقيتنا ثم عاد رجعتو ليه.
ديما كنعقل على هاد الهضره كتقولها ليا ماما. المهم هاد السيل هذا، ولكن الصراحه كاع داكشي اللي كيكون ديال زمان كيبقى بحلاوته، يعني واخا يدوز السنين كيبقى بحلاوته، وحنا دابا كما قالت ماما عاد كنرجعوا ليه. المهم كانوا هادو هما الحويجات اللي خديت فاش خرجت ديك الخريجه لدوسلدورف. خديت شي حويجات للكوزينه، ماشي بزاف، غير شي حاجه خفيفه. اي والله يجعل البركه، هادو هما المشتريات اللي كنت خديت من لي ماغازان فاش مشيت داك النهار لدوسلدورف وديتكم معايا. كنقول لكم خليتكم على خير، تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي جداد عندي في القناه كنقول لكم مرحبا بكم، عجبكم لا فيديو خليو ليا دي لايك، عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي ديروا سبسكرايب. بالنسبه للناس اللي عندي ديجا في القناه كنقول لكم شكرا، شكرا بزاف على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم ليا. كنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم، وان شاء الله تلاقاو فيديو جديده. خليتكم على خير، باي باي.